إنها العاشرة مساء في تلفزيون سلطنة عمان. أهلا بكم في نشرة العاشرة ونستهلها بأبرز العناوين. هجوم يستهدف القنصلية الأمريكية في اسطنبول وموجة عنف توقع 6 قتلى في جنوب وشرق تركيا. الولايات المتحدة تبدأ نشر مقاتلات F-16 ومئات الجنود في قاعدة إنجرليك التركية لمواجهة داعش. الأيام الثقافية العمانية بالبرازيل تختتم فعاليتها بتعزيز ثقافة الحوار والتفاهم بين الشعوب. السلام عليكم ورحمة الله. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إدريس ديبي رئيس جمهورية تشاد بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالته من خلالها عن خالص التهاني وأطيب التمنيات لفخامته بوافر الصحة والسعادة وللشعب التشادي الصديق التقدم والرقي. كما بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور أندري دودا رئيس جمهورية بولندا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا جديدا لبلاده. ضمنها جلالة السلطان المعظم خالص تهانيه وصادق تمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة، آملا له التوفيق في تحقيق آمال وتطلعات الشعب البولندي الصديق ولعلاقات الصداقة بين البلدين طراد التقدم والازدهار. تبنت مجموعة يسارية متشددة الهجوم الذي استهدف القنصلية الأمريكية في مدينة اسطنبول التركية، فيما نسب هجومان آخران في المدينة أسفرا عن مقتل 8 من عناصر الأمن التركي إلى المسلحين الأكراد الأتراك. وفي حادث آخر قتل جندي تركي في هجوم بقاذفة صواريخ شنه مسلحون أكراد واستهدف طوافة عسكرية أثناء نقلها عسكريين في منطقة بيت الشباب في شرناك الحدودية مع سوريا والعراق. لازالت تركيا تعيش تحت وقع صدمة الاعتداءات والهجمات المتكررة، حيث اهتزت مدينة اسطنبول مجددا بسلسلة من الانفجارات طالت مصالح أجنبية وأمنية، حيث استهدف الانفجار الأول القنصلية الأمريكية بينما الثاني وقع في مخفر للشرطة. وكانت اسطنبول هي العنوان الأحدث للاعتداءات الإرهابية، إذ وبينما تعرضت القنصلية الأمريكية إلى هجوم من قبل مسلحان فتح النار على المبنى دون وقوع أي ضحايا، فقد أسفر الهجوم بسيارة ملغومة على مخفر للشرطة عن مقتل شرطي وإصابة 9 بين مدنيين وشرطيين. نحن نجذب كل الأعمال الإجرامية التي تستهدف أمن وسلامة مواطنينا وجيشنا ورجال أمننا، ونؤكد بأن تركيا دولة كبيرة وقادرة على مواجهة كل المخاطر واحتوائها، ومن واجبنا جميعا أن نقف يدا واحدة لمداواة هذا الجرح النازف. وفي الوقت الذي سارعت فيه جبهة جيش التحرير الشعبي الثوري اليسارية إلى تعميم بيان تبنت فيه العملية التي استهدفت القنصلية الأمريكية وقالت فيه أنها ستواصل كفاحها حتى وضع حد للنفوذ الأمريكي في الأراضي التركية، فإن عملية تفجير المخفر حملت توقيع منظمة حزب العمال الكردستاني حسب المسؤولين هنا. تركيا بالفعل في وضع لا تحسد عليه، فمن جهة تتعرض لهجمات من حزب العمال الكردستاني ومن جهة أخرى تنظيم داعش، هذا بات مقلقا. لقد حصل ما خشينا طيلة الأعوام الخمس إذ دخلت النار السورية إلى أرضنا، والخوف الأكبر هو أن لا نعرف كيف نطفئها. ويؤكد المحللون أن هذه الهجمات المتواصلة على تركيا واستمرار مناخ الخطر فيها سيكون له مضاعفات سلبية على حزب العدالة والتنمية الذي يعاني أساسا من مأزق عدم تمكنه لغاية الآن من تشكيل حكومة ائتلافية، إذ بات الشارع التركي معبأ بمشاعر القلق والخوف خشية من هجمات أخرى تمعن في ضرب الاستقرار الداخلي والاقتصادي للبلد. إيمان دمرهان، لتلفزيون سلطنة عمان، اسطنبول.
من ناحية أخرى، قال الجيش الأمريكي إنه أرسل 6 طائرات مقاتلة من طراز F-16 ونحو 300 من أفراد قواتها إلى قاعدة أنجرليك الجوية في تركيا. وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إن هذه القوات تم نقلها من القاعدة الأمريكية في أفيانو بإيطاليا في إطار التصدي لأنشطة تنظيم داعش في المنطقة. جاءت هذه الخطوة عقب موافقة أنقرة الشهر الماضي على السماح للطائرات الأمريكية بشن غارات جوية على تنظيم داعش من أراضيها. في موضوع ذي صلة، أعلنت جبهة النصرة وهي إحدى المجموعات المسلحة في سوريا، أعلنت عن انسحابها من خطوط المواجهة مع تنظيم داعش في مناطق بمحافظة حلب، وتركتها لمسلحين من المعارضة لتسيطر بذلك على منطقة في شمال سوريا تريد تركيا أن تقيم فيها منطقة عازلة. الخطوة التي اتخذتها النصرة جاءت بعد أسبوعين من بدء غارات جوية تركية ضد أهداف على حدودها مع سوريا، إضافة إلى فتحها قاعدة إنجرليك الجوية للولايات المتحدة لاستخدامها في شن غاراتها ضد داعش. في الأثناء تواصلت الاشتباكات بين القوات السورية ومسلحي التنظيم حول قاعدة كويرس الجوية. طالب رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري رؤساء الكتل السياسية بتأييد ورقة الإصلاح السياسي التي تقدم بها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي. وجاء ذلك عقب اجتماع عقده الجبوري مع قادة الكتل السياسية، حيث من المقرر أن يصوت مجلس النواب يوم غد الثلاثاء على ورقة الإصلاح الحكومية. مع تواصل المظاهرات المؤيدة لورقة العباد الإصلاحية في عموم المدن العراقية، أتبع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قراراته بحزمة جديدة من الإصلاحات، والتي نصت على منع 7 مسؤولين كبار من السفر من بينهم نور المالكي، ودمج وترشيق عدد الوزارات في العراق إلى 15 وزارة. اليوم يجب أن يشكل حكومة مختزلة قائمة ومعتمدة على أساس المهنية والكفاءة والعراقية دون الحزبوية والفئوية والطائفية. هذا هو يستطيع إذا فعلا افتهم رسالة الشارع العراقي أنه سوف يكون معه ضد المفسدين. وفي أول رد فعل سياسي على خطوات العبادي هذه، اعتبر نائب رئيس الجمهورية المقال أياد علاوي خطوة العبادي بغير الدستورية، مانحا حكومته 3 أشهر لتنفيذ الإصلاحات، بينما يترقب العراقيون كافة جلسة مجلس النواب المقبلة والتي من المفترض أن تكون علنية ومخصصة للتصويت على قرارات العبادي. طالب الجماهير لا يمكن أن يعترض عليها أحد، خاصة إذا ما جاءت متطابقة مع القانون والدستور. وحزمة الإصلاحات السياسية التي أطلقها السيد رئيس مجلس الوزراء يوم أمس ستناقش اليوم في القاعة الدستورية مع هيئة رئاسة مجلس النواب، وأنا يعني واثق بأن هذه حزمة الإصلاحات ستمرر. بينما يتوجس الكثير من المراقبين خيفة وخشية من بطء وعرقلة مجلس النواب، الأمر الذي يحول المظاهرات المؤيدة إلى ساخطة ومن أمام مقر مجلس النواب العراقي. تحت ضغط التظاهرات أطلق العبادي شرارة الأولى لثورة إدارية شاملة داخل جسد حكومة مترهلة بسبب المحاصصة الحزبية والطائفية. للتلفزيون سلطنة عمان، ناغم التميمي، بغداد. وفي الشأن المصري، أصيب 4 من رجال الأمن بينهم ضابط للشرطة في انفجار وقع شرق العاصمة المصرية القاهرة. وقالت وزارة الداخلية المصرية إن الانفجار الذي تبنته مجموعة مسلحة استهدف تمركزا أمنيا وقع بالقرب من محكمة في حي مصر الجديدة، مضيفة أن خبراء في المواد المتفجرة تمكنوا من إبطال مفعول عبوة أخرى بدائية الصنع عثر عليها في حقيبة خلال تمشيط المنطقة.
تستمر المواجهات بين القوات الموالية للرئيس اليمني عبد رب منصور هادي ومسلحي الحوثيين والقوات الموالية لهم، حيث سيطرت قوات الرئيس هادي على شقرة ووادي حسان وزنجبار في محافظة أبين. من ناحية أخرى، توجه رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مونير إلى عدن قادما من صنعاء في طائرة تقل 7 ناشطين كانوا محتجزين لدى المسلحين الحوثيين، على أن يتم تبادلهم بعدد من المقاتلين الحوثيين. وصلت القوات الموالية للرئيس اليمني عبد رب منصور هادي تقدمها باتجاه مدينة لودر في محافظة أبين بعد سيطرتها خلال الأيام الماضية على شقرة ووادي حسان وزنجبار في المحافظة. قوات الرئيس هادي حاصرت المسلحين الحوثيين والقوات الموالية لهم في مديرية لودر من جميع الاتجاهات عقب اشتباكات دارت بين الجانبين مخلفة قتلى وجرحى. وفي محافظة إب سيطرت القوات الموالية للرئيس هادي على رابع مديرية بعد مواجهات مع المسلحين الحوثيين وأنصارهم. أما في تعز فقد أسفرت المواجهات المسلحة عن مقتل 21 من المسلحين الحوثيين وإصابة العشرات، في حين قتل 2 من القوات الموالية للرئيس هادي. ويأتي هذا التقدم للقوات الموالية للرئيس هادي بدعم من طيران التحالف العربي الذي شن عدة غارات جوية على مواقع للحوثيين والقوات الموالية لهم قبل تقدم قوات الرئيس هادي نحو بعض المديريات. من جهة أخرى، توجه رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير إلى عدن في طائرة تقل 7 ناشطين كانوا محتجزين لدى المسلحين الحوثيين، على أن يتم تبادلهم بعدد من المقاتلين الحوثيين. مورير الذي يقوم بمهمة في اليمن للاطلاع على حجم الأزمة الإنسانية التي تصفها المنظمات الدولية والإنسانية على أنها كارثية منذ نزاع دام أكثر من 4 أشهر. انتقد الرئيس الأفغاني أشرف غني باكستان على خلفية الهجمات الأخيرة التي وقعت في العاصمة كابول، وقال غني في تصريحات بعد بضع ساعات من هجوم جديد لطالبان إن هذه الهجمات تثبت أن باكستان لا تزال تؤوي معسكرات لتدريب الانتحاريين وأماكن لصنع القنابل، وإنها بذلك توجه رسالة عدائية ضد بلاده. ودعا الرئيس الأفغاني إسلام أباد إلى السيطرة على مسلحي طالبان، محذرا من تداعيات استمرار هذه الهجمات على العلاقات بين البلدين. آخر هجمات حركة طالبان نفذت اليوم عند حاجز على الطريق المؤدية إلى مطار العاصمة الأفغانية في ساعة الذروة، وأدت إلى مقتل 6 مدنيين على الأقل وإصابة 20 آخرون. الهجوم يأتي ضمن سلسلة هجمات شنتها حركة طالبان في العاصمة الأفغانية خلال الأيام الأخيرة، وأدت إلى مقتل وإصابة العشرات. انفجرت سيارة ملغومة بالقرب من مدخل مطار كابول يوم الاثنين، ما أسفر عن مقتل 5 على الأقل وإصابة 16 آخرين بعد أيام من سلسلة من الهجمات الانتحارية في العاصمة الأفغانية حصدت أرواح العشرات وأسقطت 100 الجرحى. وأعلنت حركة طالبان مسؤولية عن الهجوم الأخير الذي وقع في منطقة مزدحمة عند نقطة تفتيش خارج المطار، وقالت إنها أرادت استهداف قوات أجنبية. وأوضح مسؤول أمني أن الهجوم على الأرجح كان يستهدف سيارتين مصفحتين، رغم أنه لم تتضح هويات من كانوا بداخلهما. والقتل 4 من المدنيين ومن بين الجرحى امرأة وطفلة حسب ما قال المتحدث باسم وزارة الصحة، لكن المتحدث باسم طالبان نفى أن يكون الهجوم قد استهدف مدنيين، وقال إن من كانوا بداخل السيارتين أجانب وجميعهم قتلوا. لقد كنت مرا من هنا عندما وقع انفجار قوي، بعده على الفور تصاعد الدخان والغبار من موقع الهجوم. رأيت جثة على الأرض وشخصا أمسكت به النيران داخل مركبة قرب موقع الهجوم. وسبق أن أعلنت السلطات في كابول حالة التأهب القصوى على إثر هجمات الأسبوع الماضي التي أسفرت عن مقتل 50 شخصا على الأقل من المدنيين ورجال الأمن في أسوأ موجة عنف تشهدها المدينة منذ سنوات.
وتأتي موجة العنف بعد أيام من اختيار قيادة جديدة لحركة طالبان بعد إعلان وفاة مؤسسها الملا محمد عمر في أواخر الشهر الماضي، وتولى الملا محمد أخطر منصور زعامة الحركة خلفا له. إلا أن وقوع الاختيار السريع على الملا منصور من قبل مجلس صغير مؤلف من قادة الحركة في مدينة كويتا الباكستانية أثار غضب آخرين في الجماعة، ما تسبب في اندلاع خلافات داخل الحركة، لتتصاعد التكهنات بأن الموجة الأخيرة من العنف متعلقة بالنزاع على الزعامة. إذن نشرتنا لازالت مستمرة وتتابعون فيها بعد قليل. 16 فريقا شبابيا من مختلف محافظات السلطنة يتنافسون في مسقط على جوائز المسابقة العلمية الثقافية مع رفع. جناح السلطنة عمان في إكسبو ميلانو 2015 من الأول من مايو وحتى نهاية أكتوبر 2015. هجوم يستهدف القنصلية الأمريكية في إسطنبول وموجة عنف توقع 6 قتلى في جنوب وشرق تركيا. الولايات المتحدة تبدأ نشر مقاتلات F-16 ومئات الجنود في قاعدة إنجرليك التركية لمواجهة داعش. الأيام الثقافية العمانية بالبرازيل تختتم فعاليتها بتعزيز ثقافة الحوار والتفاهم بين الشعوب. أهلا بكم من جديد. أسدل الستار على فعاليات الأيام الثقافية العمانية بالبرازيل، حيث تنافست خلالها معارض متنوعة في تقديم التفاصيل المشرقة لحضارة السلطنة وثقافتها. وفي اليوم الأخير قام الوفد العماني بعقد لقاءات تطرقت إلى أهمية الحوار وتعزيز قيم وثقافة التسامح الديني بين مختلف الشعوب للمساهمة في تطويرها وازدهارها في جميع المجتمعات حول العالم. التسامح والتعايش الديني بين كل الأديان من المشاهد الحاضرة في مدينة ريو دي جانيرو وفي عموم البرازيل، ولتعزيز ثقافة التسامح والتعايش الديني والتأكيد على محاور التفاهم والحوار، قام الوفد العماني بلقاء غبطة البطرياك الكاردينال بمدينة ريو دي جانيرو، وتم خلال اللقاء التطرق إلى أهمية الحوار وتعزيز قيم ورسالة وثقافة التسامح الديني بين مختلف الشعوب ليساهم ذلك في تطويرها وازدهارها في العالم أجمع. شرف كبير إلي أني أستقبل هذا الوفد المميز من سلطنة عمان. هذا تقابل للثقافات بين الدولتين وفرصة عظيمة للبرازيل عامة ولمدينة ريو دي جانيرو بصفة خاصة للتعرف عن قرب عن هذه الثقافة والتعلم كيفية تعايش الأديان في نفس المكان بطريقة سلمية. وبالعودة إلى أركان جناح السلطنة، تتواصل الفعاليات في يومها الأخير وسط حضور جماهيري أكد على نجاح هذه الفعاليات. ونحن السعداء حقيقة، سعداء بأن إن الرسالة التي جينا بها وحملناها من السلطنة لكي نصل إلى الشعب والجمهور البرازيلي. الحضور كان للأيام الثقافية سواء في المعارض التي حملت من السلطنة إلى البرازيل، كان اختيار موفق. عروض حية ومعرض المضافة العمانية
ومعرض ثقافة التسامح وقسم الوثائق العمانية وركن الصور الفوتوغرافية ومعرض الكتاب والمخطوطات إلى جانب معرض السياحة في عمان، كلها ساهمت في إبراز وتقديم الوجه المشرق من حضارة وتاريخ السلطنة وثقافتها. شهادة الجميع الثقافة العمانية حلت سفيرة حقيقة للثقافة العربية بشكل عام والثقافة العمانية بشكل خاص، وهذا يعني مبعث فخر واعتزاز كون نصل لهذه البلاد ونقيم فيها أيام ثقافية ناجحة بهذا المستوى. وحتى الأطفال كان لهم حضور ملفت في هذه الأيام، فكانت براءتهم هي من تتحدث عنه. بعد تواجد عماني ثقافي مكثف ضمن فعاليات الأيام الثقافية العمانية في البرازيل بمحطتيها ساو باولو وريو دي جانيريو، اختتمت هذه الأيام تاركة أثرا جميلا لكل من زار مواقع الفعاليات من البرازيليين والجاليات الأخرى. أحمد بن حافظ العامري، ريو دي جانيرو، البرازيل. استقت المسابقة العلمية الثقافية معرفة أسئلتها من الموسوعة العمانية، حيث يتنافس فيها 16 فريقا من مختلف محافظات السلطنة. المسابقة التي نظمتها وزارة الإعلام تأتي ضمن خطة شاملة أقرها مجلس الوزراء لإقامة الفعاليات الثقافية خلال فترة الإجازة الصيفية. حضر المنافسات مع الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام. كري البيدار الباصر 30 ثانية. المكري. الموسوعة العمانية ومعلوماتها القيمة حضرت في المسابقة العلمية الثقافية معرفة التي تنافس فيها 48 متسابقا يشكلون 16 فريقا من مختلف محافظات السلطنة. المسابقة هي عبارة عن برنامج ترفيهي ثقافي علمي متنوع. الأسئلة عبارة عن أسئلة من الموسوعة العمانية، نظراً لما تحتويه الموسوعة العمانية من معلومات في مختلف المجالات الحضارية والتاريخية والتنموية بالسلطنة. الحضور هنا تسمروا مع المتسابقين الذين أبدوا كفاءة كبيرة بمعلوماتهم الثرية، منهم من غادر المنصة وآخرون ينظرون للتتويج في مسابقة تتبع نظام خروج المغلوب. شاعر ولد ونشأ في ولاية صحار، كتب في مختلف الأعراض الشعر. المسابقة كانت على مستوى كل محافظة، فيها تخرج فريق ذكر وفريق إناث، بعدها على مستوى المحافظات على مستوى السلطنة. هنا في مسرح الوزارة قمنا بعمل تنافس بين فريق الذكور وفريق الإناث على كل محافظة فريقين. الأسئلة كانت متوسطة نوعا ما، فيها السهل وفيها الصعب. عين الحمام. عين الحمام. المحافظات المتأهلة في فئة الذكور جنوب الباطنة، الوسطى، الداخلية وشمال الشرقية. أما في فئة الإناث فقد تأهلت محافظات شمال الباطنة، مسقط، جنوب الباطنة وشمال الشرقية، في انتظار الحسم في المراحل المتبقية من عمر المسابقة. المسابقة العلمية الثقافية معرفة الكثير من معلوماتها مستقاة من الموسوعة العمانية التي تحمل بين طياتها كنزا ثقافيا وحضاريا وتاريخيا للسلطنة. فارس بن جمعة الوهيبي من مسرح وزارة التربية والتعليم، مسقط. سعيا لتلبية احتياجات قطاع الشباب واستغلال أوقات فراغهم وتنمية مهاراتهم، انطلقت اليوم فعاليات معسكر شباب الأندية في المجمع الرياضي بولاية صحار. تضمنت المحطة الثالثة لمعسكر شباب الأندية والذي تنظمه وزارة الشؤون الرياضية، تضمنت ورشا تدريبية في مجالات الكهرباء والسباكة والسعافيات والفنون التشكيلية والتصوير الضوئي، كما اشتملت على إقامة قرية التنمية والتي تتضمن عددا من الأركان، منها ركن النحت وركن الإعلام المبدع وركن المبادرات.
يعد مطار صلالة الجديد رافدا أساسيا ومهما لدفع مسيرة التنمية والتطور في السلطنة، كما يعد واجهة حضارية خلال موسم الخريف الذي تشهد فيه محافظة ظفار أعدادا متزايدة من الزوار. في هذا الإطار تبذل شرطة عمان السلطانية جهودا كبيرة من أجل تأمين سلامة المسافرين وتسهيل الإجراءات لهم. وننتقل الآن إلى أهم الأخبار الاقتصادية والزميل موسى اللواتي. أوربيك، نحن نصنع وقود الحياة. شكرا سليمان وخالد، أهلا بكم وتتابعون في النشرة الاقتصادية. شركات عمانية تبحث في نيودلهي فرص الاستثمار ورفع حجم الصادرات العمانية للهند. أهلا بكم وإلى التفاصيل. في نسختها الثانية لهذا العام شهدت حلقة عمل التعريف بجائزة ريادة مشاركة أكثر من 100 مشارك في أولى الحلقات التعريفية بالجائزة. الجائزة التي تنظمها الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تهدف إلى النهوض بريادة الأعمال وتفعيل مساهمتها في توطين الوظائف لتنويع الاقتصاد والتشجيع على الابتكار والمعرفة في مجال ريادة وتطوير الأعمال الصغيرة والمتوسطة. وتم خلال حلقة العمل عرض نماذج مرئية وتجارب لرواد الأعمال، كما تطرقت إلى طرح آلية التسجيل للجائزة والمعايير التي تستند عليها وعملية التقييم. بتكلفة إجمالية تقدر بعشرة ملايين دولار حصلت شركة عمان للحوض الجاف على عقد لتزويد مشروع رباب هارويل بهياكل حديدية ضخمة من شركة اتحاد المقاولين العالمية. يأتي هذا المشروع ضمن إطار الخطط والمشاريع التي تتطلع لها شركة عمان للحوض الجاف إلى تحقيق زيادة المشاريع المتعلقة بصناعة الهياكل الحديدية. وعبر سعادة الشيخ عبد الملك الهنائي رئيس مجلس إدارة شركة عمان للحوض الجاف أن الشركة استطاعت أن تقوم بأعمال مماثلة لا تقتصر على عملية إصلاح وصيانة السفن، وإنما امتدت لأعمال تتعلق بعمليات تحويلية ضخمة. الجدير بالذكر أن شركة عمان للحوض الجاف استقبلت أكثر من 340 سفينة من مختلف الأحجام بين ناقلات النفط وسفن للحاويات وناقلات للمواد الكيميائية. انطلقت في نيودلهي جولة لقاءات الثنائية بين الشركات العمانية المصدرة ونظيراتها من الشركات الهندية، تزامنا مع زيارة وفد تجاري تقوده الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات إثراء لنيودلهي. انطلقت في العاصمة الهندية دلهي فعاليات اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال العمانيين والهنود، والتي تنظمها الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات إثراء، وبالتعاون مع اتحاد الصناعات الهندية وحضور عدد من ممثلي الشركات العمانية والهندية. اللقاء تطرق إلى ثلاث أهم القطاعات الأساسية في الوقت الحاضر، اللي هي قطاع البتروكيماويات، مواد الغذائية والبلاستيك، وأيضا كانت هناك محاضرات حول ذلك. وبعد المحاضرات رأينا كثير من رجال الأعمال الأصدقاء الهنود يسألون عن البيئة الجيدة للاستثمار في السلطنة. حضور الوفد العماني إلى الهند يعكس الأولوية القصوى للسلطنة وعلاقاتها الراسخة مع شبه القارة الهندية، كما تعكس رغبتها في استمرار البناء على هذه الشراكة الاستراتيجية بينهما. عمان والهند شركاء وأصدقاء لقرون عديدة، نحن بحاجة إلى حوار معمق بين أصحاب الأعمال، وتوجد فرص للتجارة المتبادلة.
تخلل اللقاء تقديم عرض فيلم عن الموقع الاستراتيجي للسلطنة والمؤشرات الاقتصادية والبيانات المالية العمانية واستعراض أهم قطاعات المشاريع الأساسية الجاري تنفيذها والحوافز المقدمة للمستثمرين الأجانب. طبعا هذه اللقاءات الثنائية هي من أهم البرامج اللي احنا نقدمها كإثراء من أجل تعزيز التبادل التجاري بيننا وبين أسواق المستهدفة. هذه اللقاءات الثنائية أيضا فرصة لإثراء لدعوة الشركات الهندية للمشاركة في اللقاء العماني الهندي للاستثمار والذي سيقام إن شاء الله في سلطنة عمان في مسقط. بعد ذلك تم فتح باب الأسئلة والاستفسارات وعقد اللقاءات المباشرة بين أعضاء الوفد العماني ونظرائهم من الجانب الهندي، تم خلالها مناقشة إمكانية الدخول في مشاريع استثمارية مشتركة. كما تعلمون الهند سوق ينمو بسرعة وسوق ضخم جدا، وهنالك فرص كبيرة وعديدة للدخول في هذا السوق وأن ينموا تجارتهم هنا. وسوف يستمر هذا اللقاء الاقتصادي لمدة 4 أيام بين نيودلهي ومومباي، تتخللها زيارات إلى عدة شركات هندية من القطاعين الحكومي والخاص. استمرار عقد اللقاءات الاقتصادية بين السلطنة والهند يؤكد على أهمية الشراكة الاستراتيجية بينهما وتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بما يخدم مصالح الشعبين في البلدين الصديقين. بسام النعسان، تلفزيون سلطنة عمان، نيودلهي. نحن في أوربيك نعمل لأجلكم. هدفنا تنمية الموارد البشرية العمانية. نحن فخورون بتزويدكم وقود الطاقة. نحن شركاء في دفع عجلة التنمية. أوربيك، نحن نصنع وقود الحياة. دخلت سوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مراحل متقدمة لإطلاقها في سوق الأوراق المالية بعد أن أنهت الهيئة العامة لسوق المال دراسة أفضل النماذج المعمول بها وأكثرها نجاحا في استقطاب هذا النوع من المؤسسات. المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تساهم بدور كبير في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال توفير بيئة لتلك المؤسسات لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية واستقطاب رؤوس الأموال المختلفة. ومن بين تلك الأدوات إدراج هذه المؤسسات في سوق مسقط للأوراق المالية. وفقا لما أوردته العديد من الدراسات الحديثة، فإن المؤسسات المتوسطة والصغيرة تكون محركا رائدا في التنمية الاقتصادية للعديد من الدول، وقد بادرت هذه الدول في إيجاد بورصات لدعم هذا النوع من الشركات. السلطنة تمتلك عددا كبيرا من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومن خلال إدراجها في السوق سوف تتمكن تلك المؤسسات من توفير التمويل اللازم لتوسيع أنشطتها، وبإمكانها أيضا أن تحدث نموا وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني في ظل توفير بيئة تشريعية محفزة وجاذبة، كما يمكن أن تحدث اندماجات بين عدد من هذه الشركات لتحقيق كيانات قادرة على المنافسة والوصول إلى العالمية. وتم الهيئة العامة لسوق المال من إيجادها لهذه البورصة في السلطنة لإيجاد أداة تساعد هذه الشركات في الحصول على التمويل اللازم، إضافة إلى مراعاتها للعديد من الأمور الأخرى التي في العادة تحتاج إليها هذه الشركات لعملية التطوير والازدهار، مثل إيجاد التكنولوجيا والموردين، إضافة إلى البيئة التشريعية والتنظيمية التي تحتاجها هذه النوع من الشركات. إنشاء سوق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يساهم كذلك في تشجيع عمل هذه المؤسسات في استقطاب عدد كبير من الباحثين عن عمل وتوسعة قاعدة للمساهمين، إضافة إلى ارتقاء المؤسسة إلى مستوى الشركات فوق المتوسطة، مما يؤهلها مستقبلا لتكون مساهمة عامة. وتسعى هيئة سوق المال من خلال هذه المبادرة إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتبنيها وتوفير الغطاء التنظيمي لها بما يمكنها من الاستمرارية والمنافسة والنمو
لتحقيق الهدف الأسمى والمتمثل في دعم وتنويع الاقتصاد الوطني وتوفير وظائف وتوطين التكنولوجيا. سعود بن سعيد المعولي، سوق مسقط للأوراق المالية. شهد سعر نفط عمان تسليم شهر أكتوبر القادم انخفاضا بلغ دولارا و12 سنتا ليصل إلى 48 دولارا و85 سنتا. عالميا لامست أسعار العقود الآجلة للنفط الخام أدنى مستوى لها في عدة أشهر في ظل مخاوف بشأن تباطؤ النشاط الاقتصادي في الصين على الرغم من زيادة واردات النفط في يوليو الماضي. وارتفع سعر خام برنت 24 سنتا ليصل إلى 48 دولارا و85 سنتا للبرميل بعدما تراجع إلى 48 دولارا و24 سنتا في وقت سابق من الجلسة. كما تراجع سعر الخام الأمريكي إلى 43 دولارا و85 سنتا مقلصا خسائره بعد أن نزل إلى 43 دولارا و35 سنتا. واصل الذهب تعافيه من الانخفاضات الأخيرة بعد توقعات برفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بحلول سبتمبر التي شكلت ضغوطا على الأسعار. وزاد الذهب في السوق الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى 1095 دولارا للأوقية، بينما ارتفعت عقود الذهب الأمريكية 40 سنتا ليبلغ 1094 دولارا و50 سنتا للأوقية. وتراجع المعدن النفيس من بداية النصف الثاني من العام في ضوء توقعات برفع أسعار الفائدة الذي يؤدي إلى زيادة تكلفة حيازة الذهب وصعود الدولار ليسجل أدنى مستوياته في 5 أعوام ونصف العام. قالت أنيكا بريت هارت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية إن المحادثات بين اليونان ودائنيها الدوليين تحرز تقدما ويمكن التوصل إلى اتفاق على خطة إنقاذ ثالثة خلال هذا الشهر. وأعربت أنيكا عن أملها في التوصل لاتفاق على خطة إنقاذ ثالثة بقيمة 86 مليار يورو لليونان قبل 20 أغسطس الجاري في المفاوضات التي استؤنفت اليوم بشكل مكثف. ولا يزال يتحتم الاتفاق على عدد من النقاط المختلفة والدقيقة مثل زيادة ضريبة التضامن على العائدات العالية ونسب ضريبة القيمة المضافة والوقود الخاص بالمزارعين إلى جانب اللحوم. نهاية النشرة الاقتصادية وعودة إلى الزملاء سليمان وخالد وبقية أخبار النشرة. أوربيك، نحن نصنع وقود الحياة. موسى، وفي العودة إلى أخبار الشرطة، حيث يعد مطار صلالة الجديد رافدا أساسيا ومهما لدفع مسيرة التنمية والتطور في السلطنة، كما يعد واجهة حضارية خلال موسم الخريف الذي تشهد فيه محافظة ظفار أعدادا متزايدة من الزوار. في هذا الإطار تبذل شرطة عمان السلطانية جهودا كبيرة من أجل تأمين سلامة المسافرين وتسهيل الإجراءات لهم. تبذل الإدارة العامة لأمن المطارات بشرطة عمان السلطانية جهودا حثيثة في تنشيط مهرجان صلالة السياحي وتسهيل حركة القادمين إلى محافظة ظفار عبر مطار صلالة الجديد الذي تم افتتاحه مؤخرا. ويقدم منتسبو الإدارة العامة لأمن المطارات كل الدعم والتعاون والتسهيلات للزائرين من خلال تخليص إجراءات السفر لهم والوقوف على راحة الجميع والتحقق من كافة الخدمات والارتقاء بها. والله هذه الإجراءات يعني ما شاء الله لمسناها على الطبيعة من تسهيلات ومن تعاون شرطة عمان السلطانية، وهذا ليس بغريب عليهم، يعني أثبتوا وجودهم بجدارة يعني وسط الضغوطات أيام الخريف وأيام الفترة هذه، ودائما وأبدا شرطة عمان السلطانية سباقة للشيء هذا. كما وضعت إدارة أمن المطارات في اعتبارها زيادة القوة البشرية بما يتناسب مع أعداد المسافرين المتوقعة خلال موسم الخريف، حيث تم تدريب وتأهيل منتسبي شرطة عمان السلطانية العاملين بمطار صلالة على الأجهزة الحديثة التي زود المطار بها. جهود شرطة عمان السلطانية ممثلة في إدارة شرطة المطار على أنه حفظ الأمن والسكينة داخل المطار بما يعني يسهل ويسهل إجراءات سفر
طبعا المسافرين والسياح القادمين إلى المحافظة خلال فترة الخريف. احنا نتمنى منهم التقيد بهذه التعليمات بالنسبة للممنوعات، الحظر إن شاء الله، بحيث أنهم هم طبعا ما يحملوا أشياء الممنوعة اللي هي تعرقل طبعا عمليات السفر. كما زود مطار صلالة الجديد بالأجهزة والتقنيات والأنظمة الجديدة للكشف عن عمليات تهريب الممنوعات، حيث تم تركيب نظام المراحل للتأكد من أمتعة المسافرين ولضمان الرقابة الأمنية والدقة في فحص الأمتعة. جهاز المراحل، المرحلة الأولى لا يوجد فيه تدخل أي بشري يكون في الأعلى، أما الجهاز الثاني اللي أمامنا يكون فيه يعطي الفرد حوالي 30 ثانية في العمل لاتخاذ القرار. في حالة لم يتخذ القرار الفرد يتحول إلى المرحلة الثالثة إذا كان فيها أشياء ممنوعة أو أشياء مشبوهة ويوجد معاه الوقت الكافي لذلك. مطار صلالة لا يخفى عليكم أنه مطار جديد وفي جميع التقنيات الجديدة، المسافرين تسهيل إجراءاتهم من ناحية الخراطيم الآن اللي موجودة ووصول المسافرين بأريحية إلى المناطق اللي هي مناطق استلام حقائبهم وكذلك تسهيل إجراءاتهم بالنسبة للمواقف. كما قامت الإدارة العامة لأمن المطارات بالاستعداد التام لموسم الخريف، وذلك من خلال التحقق من كافة الأجهزة والمعدات الأمنية ومناضد الجوازات والبوابات الإلكترونية، إضافة إلى تزويد المطار ببصمة اليد العشرية وبصمة العين ومراقبته بأحدث الأجهزة التلفزيونية الموزعة في كافة مرافقه. الملازم أول منير بن محمد آل سنان من مطار صلالة الجديد. وفي أخبار الطقس، حيث خلف الإعصار المداري سودلور عددا من الوفيات وأضرارا مادية كبيرة في عدة أقاليم بشرق الصين. أما في تشيلي فأعلنت السلطات حالة الطوارئ مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة وحدوث انهيارات أرضية في مناطقها الشمالية. هكذا بدأت الحياة في إقليم فوجان الواقع بجنوب شرق الصين بعد اجتياح الإعصار المداري سودلور للإقليم. رجال يركبون قاربا في وسط المدينة، وفرق إنقاذ تجلي متضررين، وغيرها من الصور الدالة على حجم الأضرار الناتجة عنه. الإعصار الذي صاحبته رياح عاتية وأمطار وصفت بالأكثر غزارة منذ قرن، خلف فيضانات عارمة صاحبها وفاة أكثر من 20 شخص وفقدان العشرات بحسب السلطات الصينية، بالإضافة إلى أضرار جسيمة لحقت بالمنازل والممتلكات والمرافق العامة. سودلر وصل إلى اليابسة في هذا الإقليم، ثم تحرك صوب إقليمين مجاورين قبل أن تنخفض شدته إلى عاصفة مدارية امتد تأثيرها ليغطي عدة أقاليم شرق الصين، ما تسبب في إجلاء مئات الآلاف عن منازلهم، كما دفعت الأحوال الجوية السلطات إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية بعد الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ترافقت مع الإعصار القادم من جزيرة تايوان. أما في تشيلي الواقعة في القارة الأمريكية الجنوبية، فشهدت منطقة تاراباكا الواقعة في شمال البلاد أمطارا غزيرة تسببت في حدوث انهيارات أرضية تأثرت من خلالها الكثير من المنازل، فيما اضطر نحو 1000 شخص لمغادرة المنطقة خوفا من انزلاق التربة والانهيارات الأرضية. أما في مدينة توكوبيا، فأعلنت السلطات حالة الطوارئ وقامت بإخلاء مئات الأشخاص من منازلهم وأغلاق المدارس في وقت بات فيه آلاف الأشخاص يعيشون بدون تيار كهربائي. إذن لم يبقى في النشرة إلا التذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. هجوم يستهدف القنصلية الأمريكية في إسطنبول، وموجة عنف توقع 6 قتلى في جنوب وشرق تركيا. الولايات المتحدة تبدأ نشر مقاتلات F-16 ومئات الجنود في قاعدة أنجرليك التركية لمواجهة داعش. الأيام الثقافية العمانية بالبرازيل تختتم فعالياتها بتعزيز ثقافة الحوار والتفاهم بين الشعوب. شكرا لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. ملتقانا الإخباري القادم في تمام 1 صباحا، في أمان الله.